مساء الخير. حقيقة أنا بشكركم جداً، أنا سعيد أن أنا معاكم النهاردة، وهي دي المرة الأولى فعلاً أن أنا أزور بيروت. اتبسطت جداً 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 فيها، وشكراً أستاذ مازن نوري على الجائزة دي، ويا رب أفضل دايماً عند حسن ظنكم. شكراً. Thank you كتير على الجائزة. أنا هيدي الجائزة رح أتخلى عنها لأنه رح أقدمها لكل زملائي الممثلين وقول لهم أنه هن كلهم السنة كانوا الأفضل. إلي الشرف فيكم جميعاً، وشكراً لكم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم لقدام. شكراً. وأنا كتير سعيدة ومحظوظة أني بيناتكم. أستاذ مازن نوري مرسي، لأن هيدا أول جائزة بأخذها بمسيرتي الفنية، وإن شاء الله كون عم أقدم قصص أكتر بتنال أعجاب الكل. أتشكر زميل مازن نوري على الجائزة اليوم، وبدي أقول شغلة إن أنا بالفعل بديت مسيرتي المهنية مع شركة روتانا، اشتغلت فيها لمدة 10 سنوات، وكنت مسؤول عن إطلاق العديد من الألبومات والنجوم بالعالم العربي. شركة روتانا أثرت فيي، دربت فيها وكبرت معها. بعدين انتقلت لشركة أمريكانية اسمها يلا فن، واشتغلت كمان لمدة 2.5 سنين. بعدها أسست شركة ميوزيك نيشن. شكرا لكم كلكم، مساء الخير، مساء الصحافة والإعلام. أول شيء بدي أتشكر أفضل عن المجهود الكبير اللي عملته، وأنا إلي الشرف إنه أتكرم من حضرة الأستاذ فريد رئيس نقابة المحترفين بلبنان. رح طول عليكم كثير. شكرا لكم كلياتكم. ثانك يو. هيدا التكريم هو مسؤوليه كبيره علي، وبوعدكم اني رح اكون على قد هالمسؤوليه. بحب اعلمكم اني عم حضر لاصدار كتابي العام المقبل اسمه البكر، وبحب اهدى هيدا الجائزه اللي كثير بتعز علي لوالدي حب. بشكر كل القيمين على الحفل وحضوركم الكريم.